ذهبت حججت مع ابي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى. ذهبت للحج مع ابي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى، وابي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟ الواجب على من وجد نقطة في الحرم لا يتبرع بها المسجد ولا من المسجد، بل يعطيها يعرفها دائما الحرم، من له الزاهرة، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، دائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا المعلم الحرم، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل ينادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع شنوها المحكمة في مكة والهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرع منها حتى يأتي أهلها يسألون عنها. أما أنها تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا، لا يصرف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعلم، إلا لمنشد، إلا يقول ينادي عليها من له الزاهر من له الزاهر، وهكذا حرم المذيع. نعم. ولو تركتها يا شيخ؟ إن تركتها لا بأس. قال: لا حتى يجي ربه يدوره. لا 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 حتى تستريح من غداء.